السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مروة من مطبخ مروة. النهاردة نعمل مع بعض التورتاية الحلوة ديت، تورتاية على شكل كتاب كده لعيد ميلاد. طريقتها سهلة وبسيطة جدا، عملنا الكيك مع بعض في كذا فيديو قبل كده بس عملته لكم تاني. المرة دي عملنا من اول الكيكة لغاية التورتة لغاية ما خلصت زي ما انتم شايفينها كده. طريقتها سهلة جدا كده، التورتاية من بعيد. تعالوا نشوفها بقى من قريب. بصوا كده من قريب، جايبة لكم كل حتة فيها من قريب عشان تشوفوها كويس. يلا بينا نشوف التورتايه الحلوه دي عملناها ازاي، ومقادير الكيك ايه، والطريقه، وازاي زيناها بالطريقه البسيطه خالص دي. مقاديره ايه؟ احنا عملناه كذا مره عرقنا مع بعض بس هنعمله تاني. معايا كوبايه ونص دقيق، وعليهم معلقه صغيره ممسوحه بيكنج باودر، ونص كوبايه نشا، ومعلقه صغيره فانيليا سايله. لو ما عندكيش ممكن تستعملي الباودر. وست بيضات بدرجه حراره المطبخ، كوبايه سكر عادي سنترفيش بس تكون حبوبه رفيعه شويه، ومعلقه كبيره محسن جل، وعندي كوبايه ميه دافيه. اول حاجه هنعمل ايه معانا؟ هبتدي اول حاجه بالبيض بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى الست بيضات بتوعي كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. واحط عليهم السكر، واحط عليهم كوبايه الميه الدافيه. الميه تكون دافيه زي دمعه العين عشان ما تسويش البيض معانا ويبوظ. واحط معلقه صغيره فانيليا، لو ما عندكش فانيليا سايله استعملي فانيليا باودر عادي، بس ما تحطيش طبعا معلقه صغيره عشان ما تمررش. تحطي ربع معلقه، واخد معلقه كبيره محسن جل، معلقه مليانه كده. وهبتدي اخلط الخليط ده كله مع بعضه بالمضرب على اعلى سرعه لغايه لما يدينا قوام عالي جدا وكريمي ولونه فاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي حبايبي عبال لما الكيك يتضرب معانا، هنحط بقى المقادير الجافه على الدقيق. احط معلقه صغيره بيكنج باودر زي ما انتم شايفين كده، معلقه صغيره ممسوحه، واحط نص كوبايه النشا، ورشه الملح، رشه ملح بين صوابعي زي ما انتم شايفين كده، وكل نص كوبايه النشا، وهقلبهم مع بعض. دلوقتي حبايبي بعد ما ضربناه، بصوا بقى الخليط كريمي قد ايه وارتفع. هنعمل ايه بقى؟ هجيب البوله اللي هعمل فيها وافضي الخليط ده طبعا لان المضرب مش هيقضيه، بس انت لو المضرب بتاعك كبير عادي خالص مش هتفضيها، تكمليها تضيفي الدقيق على طول عليه في المضرب، بس انا طبعا عشان قليل فهفضيه هنا وارجع لكم. حبايبي الخليط اهو بعد ما يعني حطيناه في بوله تانيه، احنا نسينا نحط معلقه كبيره خل، دي تتحط مع كل المكونات اللي ضربناها من الاول، فهحطها عادي هنا مش مهم. وهبتدي اضربها شويه هنا حبايبي. بعد ما ضربناها شويه مع معلقه الخل، هبتدي بقى اضيف لها الدقيق اللي احنا حطينا عليه النشا ورشه الملح والبيكنج باودر، حبه حبه، واخلط بس على اوطى سرعه في المضرب. حبايبي بعد ما ضربنا الخليط كويس جدا، هقلبه بس كده من الجنيه عشان ما يبقاش فيه دقيق مثلا ما اتخلطش، حاجه ما اتخلطتش، فيبقى كله ايه مخلوط كويس. عندي هنا صاجة فرن 30 في 40، فرشاها ورقة زبدة. ورقة الزبدة لازم تكون على قد الصاج بالظبط من جوه، ما تبقاش واقفة على الحروف بتاعته عشان تديني التورتاية او الجاتو بتاعي متساوي. هبتدي افضي فيها نص الخليط، لان الخليط اللي احنا عملناه ده يعمل ساقتين من دي. طبعا نفس الطريقة دي تنفع للجاتو، هي هي الجاتو، هتفضيه كده برضو هو هو. طبعا مشغلين الفرن على درجة حرارة 180، هدخل الصاج على الرف اللي في النص على الشبكة يعني، واسيبه ايه يقعد على اعلى درجة، على درجة عالية مش على درجة واطية، لان سمكه رفيع، لو حطيتيه على نار هادية هينشف منك وهيبقى وحش جدا. على نار عالية هيقعد في الفرن حوالي 10 دقايق، من 10 ل 12 دقيقة مش اكتر من كده. دلوقتي حبيبي بعد ما حطيناهم كده في الصاج، بصوا اهو، هبتدي ايه اهبد الصاج كده هبدتين عشان ما يطلعش ايه الكيك معايا معيش، وعشان كل الكيك يبقى سوا واحد في
الفرن عندنا سخنه زي ما قلنا، وهدخل ايه الصاج الفرن، عملت ساقتين زي ما قلت لكم اهو، ادي صاج وادي صاج. دلوقتي هنعمل نفس الكيك تاني بس المره دي بالشوكولاته. الفرق بين الشوكولاته والفانيليا فرق بسيط خالص، هنشيل يعني معلقتين دقيق ونحط بدلهم معلقتين كاكاو، وكل المقادير كل الخطوات هتمشي زي ما هي. اول حاجه هحط البيض، طبعا انا هعملها بقى بسرعه، وهي هي نفس الخطوات، احط البيض في العجان وايه ونشوف. حطينا البيض في المضرب، هبتدي احط السكر كوبايه سكر برضو، معلقه كبيره من الخل، كوباية مية دافية زي دمعة العين، والفانيليا بتاعتي. كل الكلام كده همسكه بقى ايه اضربه في المضرب كويس جدا. دلوقتي حبايبي واحنا لسه بنضرب في الكيك الشوكولاته، طلعنا الصاج اللي فيه الكيك الفانيليا اللي دخلناه الفرن اهو، سيبه بقى لما يهدى خالص، وبعدين بقى ايه اشيله من الصاج، اغطيه بفوطه نظيفه واسيبه لما يبرد خالص خالص، وبعد كده ايه ابتدي اشتغل فيه. حبايبي بعد ما ضربنا الخليط كده زي ما ضربنا الفانيليا بالظبط، هنا بقى عندي الدقيق كوبايه ونص دقيق، شلت منها معلقتين اتنين وحطيت بدلهم معلقتين كاكاو خام، الدقيق طبعا والكاكاو نخلينه كويس، ومعلقه صغيره بيكنج باودر ورشه ملح ونص كوبايه نشا. هبتدي بقى افضي الخليط دوت على اللي احنا عملناه حبه حبه، وهضرب على اوطى سرعه في المضرب. بعد ما ضربنا الخليط هقلبه بس كده ايه عشان لو في اي دقيقه على الجناب ما تخلطش او في القاع، وخلاص كده وهنبتدي نصبه عندي في الصاج زي ما عملنا الفانيليا بالظبط، وهدخله الفرن اما يخرج هوريه. هنا حبايبي هنعمل الطبقه بتاعه الحشو، موس كوبايه موس فراوله وكوبايه لبن ساقع متلج. بنبدا نضربها، ضربنا الكريمه كده مع بعض اهي، موس الفراوله هاخد بس حبه كده منها واحطهم ايه على البورد او على القاعده يعني اللي هشتغل عليها كده عشان تمسك لي ايه الكيكايه معايا، وهبتدي احط الكيكايه على الوش ده كده. عشان اثبتها كويس عليها عشان ما تتحركش معايا وانا بشتغل. بعد ما حطيتها كده زي ما انتم شايفين، طبعا انا قسمت الديسك اللي هو الصاج اللي احنا عملناه قسمته نصين كده، هوريه لكم في الشوكولاته بقى قسمته ازاي. بس قبل ما معلش بقى قبل ما احشيها هسقيها كده ايه سيرب خفيف بيرد، هبتدي ايه احشيها بقى. طبعا ممكن تحشي كريم شانتيه انا، لكن حشوة الموز دي بجد بتبقى جميلة جدا، جربوها تعجبكوا قوي. انا اول طبقة كده نحشي تاني طبقة بقى نحطها كده على الظهر بتاعها دي برضو ايه نسقيها كده بالسيرة. دلوقتي حطينا اخر طبقه زي ما انتم شايفين، اخر طبقه دي ما بدهنهاش اي حاجه بسيبها زي ما هي كده. دلوقتي هنقسم الكيكه الشوكولاته، احنا قسمنا بقى الفانيليا زي كده، هبص بعمل علامه هنا بقيسها هي 40 سنتي، بقيسها 20 و20 وبعلم وبمشي ايه على العلامه، بعلم من ناحيتين اهي كده اهو كده قسمتها، وباجي بالمقص وبقص الورق الزبده اللي تحتها لغايه اما اجي اجلسها طبعا، وابقى ايه اشيله اهو المقص واقصه كده. هنعمل الحشوه الثانيه، حشوه الجزء اللي بالشوكولاته، عندي كوبايه موس شوكولاته وكوبايه لبن برده متلجه، هحط الموس، طبعا الموس ما بنحطلوش سكر لان هو فيه سكر،
وهحط عليه كوبايه اللبن المتلجه وهضربهم كويس جدا بالمضرب لغايه ما يدوا قوام ايه كريمي. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ضربنا الموس اهو زي ما انتم شايفين كده، هاخد حته بس صغيره كده عشان اثبت بيها الكيكيه، وهجيب بقى طبقه الكيك كده واحطها على طول جنب التانية، اضغط عليها بس ضغطة بسيطة كده عشان تمسك في القعدة وبس. وبرضو هسقيها سيرة كده، وهبتدي بقى اجلس يعني احشيها زي ما حشينا الفانيليا بالظبط. دلوقتي حبايبي هنبتدي نعمل الكريمه اللي هنجلس بيها التورتيه من فوق. معايا هنا كوبايه كريم شانتيه خام بدون سكر، ومعايا لبن متلج، وعندي معلقتين كريم باستري ومعلقتين سكر. اول حاجه هحط اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت كوبايه لبن، وهحط كمان ربع كوبايه لبن تاني عشان الكريم باستري اللي احنا هنحطه، وهحط معلقتين سكر تكون حبيباته ناعمه كده علشان الكريم الشانتيه بتاعنا خيم. وهحط ايه وهضربهم كويس جدا لغايه اما السكر يدوب شويه مع اللبن، وبعدين هنزل عليهم بالكريم باستري والكريم شانتيه. السكر شويه مع اللبن، هنزل عليهم بكوبايه الكريم شانتيه ومعلقتين الكريم باستري. طبعا الكريم باستري لو مش متاح خلاص ممكن تشيليه، بس صراحه هو بيدي طعم طعمه بيبقى جميل جدا في الحشوه او في التغليف اللي من بره. هبتدي بقى اضربهم كويس جدا لغايه ما القوام يتقل كده الكريمه كويس جدا. بص القوام بتاعها جميل ازاي. انا هحطها في الثلاجه قبل ما نعمل الكريمه بتاعه الشوكولاته بقى. طيب هعمل كريمه بقى اللي بالشوكولاته، برده هحط معلقتين كبار سكر، وهحط كوباية اللبن المتلجة وهضربهم كويس جدا. ضفت كوباية اللبن المتلجة، وهضيف كمان ربع كوباية، وبعدين ما اضربهم شوية هحط كوباية كريم شانتيه ومعلقتين كبار كريم باستري، وبعد كده نشوف هنعمل مع بعضين. دلوقتي حبايبي بعد ما ضربت الكريمة شوية كده هبتدي اضيف لهم معلقتين كاكاو، طبعا الكاكاو نخلينه. طبعا لو عايزة تحطي في المرحلة دي جناش شوكولاتة حطي بدل الكاكاو، عايزة تحطي كاكاو زي حطي كاكاو اللي يريح. وهبتدي اضربهم لغايه ما اوصل بقى للقوام اللي انا عايزاه. عملنا الكريمه اللي بالشوكولاته اهي، احطها برده في التلاجة واجيب التورته بقى ونجلسها مع بعض. ودلوقتي حبايبي هنبتدي بقى نساوي جناب التورته كده مع بعض. بصوا هنشيل بس حاجات بسيطه الاطراف يعني عشان يبقى كل الطبقات قد بعض. طبعا سويت الاطراف كلها بقى بنفس الطريقه زي ما وريتكم كده، وهنبتدي بقى نجلس ايه التورتايه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اخر طبقه من الكيك ما سقيناهوش شربات ولا اي حاجه. هبتدي بقى ايه اخد طبقه كبيره كده من الكريم شانتيه واغلف بيها الكيكه بتاعتي. هبتدي بقى اسويها كده بالسكريبر معانا. دلوقتي حبايبي بعد ما جلسنا الجزء اللي بالكريمه كده زي ما انتم شايفين، نبتدي بقى نجلس الجزء اللي بالشوكولاته. برده نحط طبقه كبيره كده من الكريم شانتيه.
ودلوقتي حبيبي بعد ما جلسنا التورتايه عندي بقى حبه كريم شانتيه من الشوكولاته، حطيتهم في كورنيه كده، هفتحه فتحه صغيره خالص. هبتدي ازين دي التورتايه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل خطوط كده وبرضه حبيبي حطيت حبه كريم شانتيه برضه فانيليا في كيس حلواني وقطفت منه حته صغيره خالص كده، وهبتدي برضه اعمل خطوط زي اللي عملناها بالشوكولاته. وهاجي هنا في الحواف هنا وهبتدي كده ايه امشي بشكل عشوائي كده، وابتدي اعمل نفس الكلام ده من كل الجهات. ودلوقتي حبايبي هبتدي بقى اخد كده خط بالطول واحد رايح وواحد جاي، ودلوقتي حبايبي برضو ايه هزينها كده بالقمع الروسي ده، هعمل لها وردات كده. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفينها كده. وهنا حبايبي حطيت القمع ده اللي من غير اي حاجه اللي فاتحه كده كبيره، وهبتدي ايه اخده كده. بصوا طبعا هي مش متساويه، يعني قسمت بيه التورتايه كده عشان اسويها. وهاخد الكريم شانتيه كده وهنا حبايبي عندي كريم شانتيه ابيض عادي، هحط له بس لون اصفر كده، انا عايزاه كانه ايه كانه مزجزج بس. ودلوقتي هبتدي اعمل لها برضو ايه وردات بنفس القمع الروسي.
اهو زي ما انتوا شايفينها كده. دلوقتي حبايبي هبتدي كده احط ايه في قلب الوردات اللي احنا عملناها دي. ممكن تحطي مالتيزر، ممكن تحطي سبرينكل، ممكن تحطي كريز اللي انت عايزاه. انا هحط سبرينكل كده ودلوقتي في الاصفر كده احط لون اورانج. ودلوقتي حبايبي كده هبتدي اعمل لها وحدات كده من ورق الشجر. ودلوقتي حبايبي هبتدي اعمل هنا روزيتات. بعد ما خلصنا تزيين التورتاية هنعمل ايه؟ هنكتب بقى عليها كده هابي بيرثدي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب زي ما انتوا شايفين كده حطيت في الجناب بتاعة التورتاية شوكولاتة بيضة مبشورة، بس تقريبا الحتة دي ما تصورتش. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ خلاص كده التورتية خلصت معانا زي ما انتوا شايفين، بس هنا بس هحط ايه كم لعبة شوكولاتة كده، بس هحط كده كم لعبة شوكولاتة. اهي حبايبي، يا رب يكون طريقتي في تزيين التورته عجبكم النهارده. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه على اليوتيوب، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.